طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم، أخذه أخوه في السيارة في مشوار طريق طويل، الولد الصغير فطرة سليمة ومربى على تحريم الغناء، فإذا بأخيه هذا الأكبر يشغل شريط الغناء في السيارة، الولد الصغير ماذا يفعل؟ عزم على الإنكار، وهو لا يملك إلا كلمات يتلعثم عندما يقولها لأخيه الكبير، قال لو سمحت طفي المسجل الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه. فإذا بأخيه الأكبر يستهزئ ويضحك ويسخر ويرفض ويعيد هذا الطلب، وهذاك مصر على السخرية والاستهزاء، يتهمه بالتزمت والتشدد والوسوسة، ثم هدده بأنه سيقف في وسط الطريق وينزله، فسكت الطفل هذا على مضض، لكن من الفرقة التي في قلبه ذرفت دموعه وهو ساكت، فحان نظرة من أخيه الكبير إليه، فرأى أخاه الصغير هذا دموعه تنزل، كان منظر الدموع هو الذي أثر، ليس رفض الغناء الأول، لكن منظر الدموع قهر ولد صغير يصر على شيء يعتقده هو الحق ويرغم على مخالفته، فكانت تلك الدموع من الصغير هذا هي المؤثرة التي جعلت الولد الكبير يرمي شريط الغناء من السيارة ويعلن توبته. ولد آخر كان سببا في هداية أبيه ذهب إلى المدرسة ابتدائية، لكن المدرس شخص داعية متدين يعرف كيف يخاطب الطلاب الصغار، وهذا المدرس شرح لهم صلاة الفجر، الالتزام بالصلوات عموما، إقامة الصلاة، حق الله على العباد في الصلاة، وكيف يجب أن يلتزموا بهذا الحق، وأهمية الصلاة، وحببها إلى نفوسهم، وصلاة الجماعة حتى الفجر، تكلم عن صلاة الفجر جماعة وفضل صلاة الفجر جماعة. هذا الولد أبوه لا يصلي أصلا، رجع الولد إلى البيت يريد أن يطبق الكلام، فهو بقي سهران إلى الفجر، هو وضع المنبه ليقوم لصلاة الفجر، المهم أنه لما أذن الفجر كان الولد الصغير مستيقظا متذكرا لما قاله مدرسه، وهذه الكلمات التي تعمل عملها، هذه التربية والدعوة. قام الولد الصغير في هذا البيت الذي هو كئيب مظلم ما في طاعات، لا يعرفون صلاة الفجر، فتح باب الشارع، فتح باب البيت، نظر إلى الطريق، الطريق مظلم، الطريق مظلم، فالولد عنده رهبة من الظلام، صار يصارع نفسه كيف يطبق حديث المدرس وكيف يخرج في هذه الظلمة. بقي الولد في تردد وقلق وحيرة حتى سمع صوتا يقترب من باب بيته، صوت عكاز جد أحد جيرانه أحمد ساكن في بيت قريب من بيته، والشايب هذا يطرق بعكازه الرصيف ماشيا إلى المسجد وهو يذكر الله. الولد لما رأى الشايب هذا ماشي تشجع وخرج وذهب مع هذا الشايب كظله يستأنس به في هذا الشارع المظلم حتى وصل إلى المسجد، وصلى ورجع مع الشايب إلى البيت، والشايب كمل في الطريق ومضى على هذا زمنا
يوم من الأيام دخل الأب إلى البيت وجد الولد يبكي بحرقة. ما لك؟ فيسأل الولد يبكي وأصر عليه، قال جارنا أحمد مات. قالوا إيش لك وإيش لك؟ شايب وأنت مالك؟ هو جدك؟ هو أبوك؟ ليش في هذا البكاء؟ فالولد بعفوية يعني قال يا ريت اللي مات أنت وليس هو، لأنه يقول هو أبوك مات. قال في الولد في النهاية قال يا ريتك أنت اللي مت وله. فهذا الأب دهش صعق، إيش هذا الكلام؟ ليه؟ لماذا؟ قال القصة كذا كذا، هذا الشايب أنا كنت أطلع معه يشجعني أروح معه للصلاة، وأنت نايم في البيت ما فكرت تصلي ولا تخلينا نصلي. فكان هداية الأب من هذا الموقف الذي كان لهذا الطفل الصغير. شاب في 37 متزوج له أولاد، ما ترك من الموبقات شيئا إلا وارتكبها، الصلاة لا يؤديها، وإذا أداها أحيانا مجاملة. كان له ولد، لكن الله ابتلى الولد بالصمم. في 7 من عمره الولد لا يتكلم، ولكن رضع إيمانا من ثدي أمه المتدينة. يقول كنت ذات ليلة أنا وابني مروان في البيت أخطط ماذا سأفعل أنا والأصحاب وأين سنذهب، والوقت بعد المغرب، وإذا بابني يكلمني بلغة الإشارات لأن الولد فيه هذه العادة، ويشير إلي بالإشارات لماذا لا تصلي يا أبتي، وأخذ يرفع يده إلى السماء ويخبرني بأن الله يراني. فتعجب ولكنني لم أتحرك. قال فذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وجاء ولكنني لم أتحرك. قال فأخذ المصحف وفتحه على سورة مريم ووضع أصبعه على الآية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، ثم أجهش بالبكاء. فتأثرت لمنظره وبكيت معه، ثم مسحت دمعه وقبلت رأسه وعرفت الرسالة ووصلت الرسالة، فهداني الله سبحانه وتعالى.